قبل نحو نصف ساعة أو أكثر قليلا كانت الرشقة الصاروخية الأخيرة على الجليل الأعلى في المستوطنات القريبة من المنطقة الحدودية تماما، جرى إطلاق صواريخ تجاه تلك المنطقة. هذا يعني يقود إلى نحو 40 أو 50 صاروخا منذ ساعات الصباح، تركزت حاليا على المنطقة الشمالية أكثر، أيضا وصلت إلى منطقة صفد وضواحيها. بالإضافة إلى ذلك جرى اعتراض ثلاث مسيرات، اعترضت مسيرتان قادمتان من العراق على الأرجح فوق جنوب الجولان المحتل من قبل الدفاعات الإسرائيلية أو سلاح الجو الإسرائيلي بالأحرى. مسيرة ثالثة اعترضت في الجليل الأعلى، كانت جاءت من لبنان. في إسرائيل يقولون أن هناك نوع من الثبات في إطلاق الصواريخ والمسيرات، لكن النقطة الضعف الأساسية بالنسبة للإسرائيليين تبقى دائما المسيرات، كما رأينا أيضا مساء أمس، وهذا يتكرر يوميا على مدى ساعة يطاردون مسيرة تدخل أكثر من مليون شخص إلى الملاجئ وما إلى ذلك. هذه هي المشكلة الأساسية في هذه المواجهة. أيضا يعني وفقا للإعلام الإسرائيلي ينقل عن مسؤولين ترتيبات إنهاء الحرب مع لبنان، وبالتالي يعني أصداء مثل هذا الكلام، جدية مثل هذا الكلام، خصوصا وأن نتنياهو حذر بأنه قادر على قطع الأكسجين، بالإشارة إلى تهريب الأسلحة من إيران إلى سوريا ومنها إلى عناصر حزب الله. خلافا لحديث نتنياهو العلني في هذا الإطار، الواضح بالنسبة لإسرائيل أو على الأقل بالنسبة للجيش الإسرائيلي هو أبلغ المستوى السياسي بأنه أنهى أو يكاد الأهداف المرسومة له فيما يتعلق بالعملية البرية التي هي محدودة وفي معظمها هي تدمير الأنفاق القريبة من الحدود حتى 3 كيلومترات على امتداد هذه الحدود. بالتالي الجيش الإسرائيلي أبلغ الحكومة أيضا بأن عليها أن تختار إما الانسحاب الكامل خلال أسبوع أو أسبوعين، أو ضرورة توسيع رقعة العمليات اتجاه الليطاني واحتلال حزام أمني لمدة طويلة. وبالتالي هذا هو المطروح الآن أمام المستوى السياسي، لكن في ظل أن الإدارات الأمريكية الثلاث، إدارة بايدن وإدارة هاريس إن جاءت أو إدارة ترامب إن جاءت، كلهم يريدون عمليا وقف الحرب في لبنان، وبالتالي هذا التوجه يبدو جديا بأنه في خلال أسبوعين قد تنتهي الحرب على لبنان. نعم، نشكر لك كل هذه التوضيحات المتعلقة بالحرب على لبنان وهذه المشاركة من القدس. كان معنا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي.